يا مساء الفل، عاملين ايه؟ معاكم رنا هشام، ميك اب ارتست. عملت معاكم قبل كده لوك خفيف زي اللي انا حطاه دلوقتي، حاجه سيمبل كده بسيطه، نازله الصبح، جامعه، شغل، ايا كان. دلوقتي بقى عايزين نعمل ايه؟ جاتلك خروجه فجاه، عيد ميلاد، معزومه في حته شيك، فعايزين نتقل شويه الميك اب او نبرزه شويه. فاستنوني النهارده هعمل معاكم لوك لطيف قوي هيعجبكم. اول حاجه بنحتاج نزودها الكونسيلر، لانه بنيجي على بليل بقى ايه، خلاص يعني الهالات ابتدت تبان والارهاق، فنعمل ايه؟ نحط كونسيلر. مش كتير برضو، ما نزودش لان احنا اوريدي حاطين، فعشان ما يكلكعش ويبقى شكله مش حلو. انا عن نفسي حطيت كونسيلر على طول. هو طبعا المفروض انك تحطي فاونديشن الاول بعدين الكونسيلر، بس انا حاسه ان انا مش محتاجه احط فاونديشن. انت لو حاسه انه بشرتك مرهقه بقى واخر اليوم وتعبانه وكده وعايزه تديها شويه نضاره، ممكن تحطي فيت مي، ده من ميبيلين، حلو قوي برده. مش الكفر بتاعه مش عالي قوي، بس هيديكي لوك لطيف. مهم جدا بعد ما خلصنا الكونسيلر والفاونديشن ان احنا نثبت بلوس باودر عشان ما يخططش لو في مكان وتحركنا كتير او الجو حر بنعرق بشرتنا او الناس اللي بشرتها دهنيه، فمهم تثبتي بلوس باودر عشان الدنيا ما تسحش على بعض. خطوه قبل ما تحطي اللوس باودر تحت عينيكي، توزعي الكونسيلر تاني، تتاكدي ان مفيش خطوط، لان انت لما بتحطي اللوس باودر انت بتثبتي على اللي انت حطاه، فلو في خطوط وحطيتي فوقيه هيثبت على كده. فاحنا بنوزع كويس وبعدين نحط اللوس باودر وما نكترش برده. وهنا برضو نفس الموضوع، قبل ما نحط نوزع الكونسيلر كويس وبعدين نحط. ممكن تسحبه كده لبره، الحركة دي بتدي سحبة للعين. دلوقتي بقى بأي لون انتقالي انت بتحبيه نعمل بس كده، يعني ظل خفيف كأي شادو. يعني انا هستخدم اللون ده مثلا، انا بحب ميكس قوي الالوان مع بعض. ناخد مثلا اللونين دول ونبتدي نوزع كده. من نفس الدرجات اللي احنا حطيناها فوق عينينا هنحطها برضو ظل خفيف كده على جفن العين السفلي. بس حاجة كده تدي يعني ضي كده. حان وقت الايلاينر. بعد ما خلصنا الايلاينر نبتدي بقى نشيل اللوس باودر اللي احنا حاطينه تحت عينينا. احنا حطينا اللوس باودر ده ليه؟ عشان لو اي اي شادو حطيناه فوق عينينا، لو انت عايزه تحطي لون اغمق اسود بالذات، ما يقعش ويبهدل الدنيا ونعيد الخطوات من اول وجديد. وكمان عشان لو هتحطي تحت هنا كحل اسود لازم تثبتيه، يعني على افتراض انا مش هحط، بس على افتراض دلوقتي انتوا حطيتوا كحل اسود، مهم جدا تعملي ايه عشان الكحل يثبت معاكي؟ عشان البنات اللي بتسال الكحل بيسيح مني نعمل ايه؟ اي اي شادو اسود عندك، فرشه صغننه زي دي، وتبتدي تمشي على الخط اللي تحت الكحل اللي انت حطيتيه. الحركه دي مع اللوس باودر هيمسكوا الكحل وهيثبتوه، مش هيخلوه يسيح معاكي. دلوقتي نحط البرونزر. لو تلاحظوا انا بحاول اعتمد في اللوك ده على الحاجات البسيطة بس اللي تبرز، يعني حطيت ايلاينر، اي شادو خفيف قوي، برونزر، هنكمل اللوك بهايلايتر وروج احمر، بس كده. يعني كام حاجة هيغيروا اللوك تماما وهيحسوك ان انت حاطة فول ميك اب. دلوقتي نحط الهايلايتر. ودلوقتي تعالوا نحط الماسكرا. بحب الاول امشط بيها رموشي واحط طبقه خفيفه واسيبها، احط العين الثانيه وبعدين نرجع نحط طبقه ثانيه.
واخر حاجه الهيرو بتاعنا الروج الاحمر. الروج الاحمر كفيل ان هو يعني يحول اي لوك للوك سواري بمنتهى البساطه مع شويه ماسكارا. وممكن اصلا نعملش كل اللي احنا عملناه ده، يعني ماسكارا وروج احمر انت كده جاهزه للسهره. اللوك بسيط وسهل وما عملناش حاجات كتير، بس متهيألي ان هو اختلف تماما عن قبل ما نحط الحاجات البسيطه اللي احنا حطيناها دي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقه، ولو عجبكم موضوع التوتوريال قولولي، وان شاء الله نعمل توتوريالز كتير مع بعض.